لكن السد الخطير اللي الآن عازمة تركيا على إنشائه، وكما قلت أنه متصدي لهذا الموضوع بما أتمكن من إطلاق كلمة أو إطلاق مناشدات، وأيضا صرخة بوجه من يسكت عن هذا الإجراء. هو السد الإروائي. السد الإروائي يعني النهر يقطع تماما ومن ثم تنشأ مجاري أخرى لم تكن، يعني كانت هاي موجودة في السابق. هذه المجاري أو الأنهر التي تشق ستسقي في هذه المناطق أراضي كانت غير معدة للسقي، وبالتالي هذا الموضوع سيكون أبدي، يعني راح تحجب المياه عنا إطلاقاً.